باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم ساعه على الهوى. الحقيقه افكر حضراتكم ان المره اللي فاتت اتكلمنا على موضوع ليه علاقه بالصوم، كان اسمه الصوم مدرسه الانضباط او الصوم والانضباط. النهارده هنتكلم على موضوع تاني برضو عن الصوم، علشان نلحق نستفيد بالصوم اللي احنا فيه. هنتكلم على فكرة، الحقيقة فكرة روحية قوي، فكرة في عمق فكر الكنيسة وفي عمق أبائها وليها مصدر في الكتاب المقدس، وهي التدريب الروحية. يعني ايه التدريب الروحية؟ في فرق كبير قوي 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 ما بين العلم والعمل. مش كل واحد اتخرج من كلية تجارة ينفع تاني يوم ان يكون محاسب قانوني، وما ينفعش كل واحد اتخرج من كلية الطب يطلع تاني يوم دكتور جراح، وما ينفعش واحد اتخرج من كلية المهندس تاني يوم يبني برج. لا، في حاجة اسمها الخبرة في الحياة الروحية. وعشان كده لما اتكلمنا عن الخبرة في الحياة الروحية اتكلمنا عن الكنيسة، اتكلمنا عن الآباء، اتكلمنا عن الدير، اتكلمنا عن الرهبنة، اتكلمنا عن التسليم. كل ده عمل خبرة كنسية وخبرة حياتية ما بين الوصية اللي أنا سمعتها وما بين أعيش بيها إزاي. علشان كده الكتاب المقدس يقول على لسان بولس الرسول، يقول كده في جميع الأشياء تدربت. يعني بولس الرسول المدعو بنعمة ربنا، بولس الرسول اللي رب المجد ظهر له 3 سنين في الصحراء العربية، بولس الرسول اتدرب يقول كده أقمع جسدي وأستعبده. يعني الحقيقة دخل في اختبارات ودخل في تدريب روحية. التدريب الروحية دي أحد الأدوات المهمة قوي للإنسان في حياته الروحية، وخاصة وخاصة كمان في الصوم. من أكتر الناس اللي اتكلموا على التدريب الروحية قداسة المتنيح البابا شنودة وقداسة المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية السابق. ده اتكلم الحقيقة، يعني الأنبا يؤنس اتكلم في كتاب بستان الروح عن باب بحاله اسمه التدريب الروحية، وقداسة البابا اتكلم في التدريب الروحية سايحة في كل الكتب بتاعت الجهاد الروحي بتاعته، زي ما اسم عالم الطريق الروحي وزي روحانية الصوم. اتكلم عن تدريب روحية كتيرة قوي نستفيد بيها في فترة الصوم. على موضوع التدريب الروحية هنتكلم النهاردة، ولما هنتكلم النهاردة هناخد بعض الأمثلة وناخد بعض القصص اللي تفيد الفكرة نفسها. اسمحولي ان اول عنوان هنتكلم عنه النهاردة، ليه انا اخش في تدريب روحية، او اهمية التدريب الروحي. ايه اهمية التدريب الروحي؟ نمرة واحد، أول حاجة في أهمية التدريب الروحية، ده بقى نقط كتيرة. أول حاجة اكتساب المهارة. يعني إيه اكتساب المهارة؟ ما أنا لسه بحكي لحضراتكم إن مش كل إنسان اتخرج من كلية الطب يقدر يفتح مشرط، يمسك مشرط ويفتح ويعمل عملية. وحتى لو ابتدى يعمل عملية بيعمل حاجة اسمها العمليات البسيطة. لكن هل ممكن في طالب، يعني شوفوا الطالب متخرج من كلية الطب مكتوب عليه ايه؟ بكالوريوس الطب والجراحة، يقدر يتخرج النهاردة قبل ما يعمل ماجستير وقبل ما يعمل عمليات بسيطة يبتدي يعمل حاجة اسمها عملية قلب مفتوح؟ الحقيقة لا. كنت انا قاعد مع دكتور استاذ جامعة بيقول لي انا اول قسطرة عملتها، اول قسطرة عملتها اللي هي بيدخلوا زي تيوب كده من فتحة في وريد في الرجل ويوصلوا بيه لغاية القلب عشان يشوفوا شرايين القلب ضيقة ولا واسعة ونسبة الانسداد فيها ايه. بيقول اول عملية قسطرة عملتها انا كنت حاضر قبليها 3 قداسات وكانت ايدي بتترجف بالرغم ان انا كنت استاذ في كلية الطب، بس ايامنا كانت القسطرة جديدة دي. دلوقتي الحقيقة الواحد بيعمل قسطرة وهو يعني بيفكر في 100 حاجة. يبقى في حاجة اسمها اكتساب المهارة. اكتساب المهارة ما تجيش الا بالتدريب الروحي. يعني برضو هقول حاجة تاني، اول واحد مثلا ساق عجلة، هل اول ما ساق العجلة عارف يسوق العجلة؟ الحقيقة لا. في منظر كده معروف او
تلاقي واحد واحد سايق عجلة بإيد واحدة وفوق راسه حاطط مثلا أربع طاولات عيش أو أربع أقفاص عيش بيحولهم من الفرن للمطعم اللي هو بيشتغل فيه، وبمنتهى السلاسة سايق العجلة بإيد واحدة. ده مش سايقها بإيد واحدة وشايل ده كله، لا ده بالعجلة يمين وشمال ويمين وشمال، لدرجة إن في بعض الأجانب لما بتيجي تزور مصر وكانت تشوف المناظر دي يقول لك ده أكتر منظر علق في دماغي، إزاي واحد سايق ده ولا بتوع السيرك. هي الحقيقة ما جاتش من أول يوم، يعني مش أول يوم اتعلم يسوق عجلة حط العيش فوق راسه، لا ده في حاجة اسمها التدريب. أول مرة يسوق العجلة وقع بيها مرة واتنين، وبعدين بقى يسوق العجلة وهو خايف، وبعدين بقى يسوق العجلة وهو مطمن، وبعدين يسوق العجلة وهو بثقة، وبعدين يسوق العجلة بإيد واحدة بس مش شايل حاجة، وبعدين ابتدى يسير العجلة بإيد واحدة وشايل قفص عيش واحد. شوية شوية بقت عنده المهارة. الصوم يعلم المهارة. على سبيل المثال الصوم الانقطاعي محتاج مهارة، يعني أول ما بصوم أول يوم الحقيقة كنت تعبان، تاني يوم كان عندي صداع، تالت يوم افتقدت كوباية الشاي أو فنجان القهوة، رابع يوم ابتديت أتعود على الصوم الانقطاعي، خامس يوم اتعود، لدرجة شوية شوية ممكن الإنسان يوصل في التدريب الروحية إن يصوم يوم بكامل وجسمه متظبط والسكر متظبط. المطنيات واحد مثلا يعني على سبيل المثال ابتدى يعمل مثلا 30 مطانية مرة واحدة، فلقى تاني يوم جسمه متجبس وعضله كله شادد لأنه عمره ما عمل مطانيات قبل كده. التدريب الروحية الحقيقة بتعلمنا ازاي ابتدي وازاي ازود وازاي وإلى آخره. فأول حاجة في التدريب ان انا بكتسب مهارة. حتى صدقوني التدريب ده ينفع في كل حاجة، حتى مثلا في الوعظ. يعني مثلا احد الاباء الكهنه بيحكي لي بيقول لي انه هو ما كانش في الوعظ قوي، فاول وعظه قالها كانت وعظه قداس، من كتر ربكته ما كانش عارف يقول ايه، فلقى نفسه محضر خمس نقط خلصهم في خمس دقائق، والوعظه المفروض تاخد تلت ساعه خلصت في خمس دقائق. فتاني مره استعد قوي بعديها باسبوعين جاي يقول الوعظة بدل ما تاخد تلت ساعة خدت منه ساعة الا ربع، يعني ما كانش عارف يظبط نفسه خالص. ابتدى والقداس نفسه وهو كان جديد المفروض يخلصه مثلا ساعتين وربع بيخلص منه ثلاث ساعات، ما كانش عارف يظبط نفسه. خلي بالكوا التدريب عمل معاه ايه، خلاه يظبط الوعظة. يعني لما يقول الوعظة ربع ساعة تطلع ربع ساعة، ولما يقول القداس ساعتين ونص ما ياخدش ساعتين ونص ودقيقة. يبقى هنا الانسان ده اتدرب. فالتدريب في كل حاجة، في كل حاجة، حتى في الشغل، حتى في شغل على الكمبيوتر، حتى في الشغل على المشاكل، في حاجة اسمها التدريب. يبقى أول حاجة التدريب بيهمني قوي لأن الإنسان بيكتسب فيه بعض المهارات الروحية. بعض المهارات الروحية يعني إيه؟ بعض المهارات الروحية زي ما هنعرف كده، ناخد في آخر حلقة بعض التدريبات عن الصلاة عشان نكتسب مهارة معينة. لكن التدريب مهم قوي. لما بولس الرسول يقول في كل الأشياء تدربت، مرة أجوع ومرة أستفضل، إزاي أكون جعان وماسك نفسي؟ أنا اللي مسيطر على جوعي مش جوع اللي مسيطر علي. فأهم حاجة في التدريب الروحي أن الإنسان بالتدريب وكثرة التدريب يكتسب بعض المهارات الروحية. برضو في أهمية التدريب حاجة مهمة تانية، أن التدريب بيكشف ضعفي. يعني إيه بيكشف ضعفي؟ في إنسان الحقيقة ما اختبرش الحياة الروحية، وعلشان هو ما اختبرش الحياة الروحية، الحياة الروحية عنده شوية شعارات وشوية كلام. الحقيقة الكلام ده مش مظبوط. في مرة من المرات أحد الآباء الأساقفة أعتقد ناسي، بس أنا سمعت العظة دي عندنا في الكنيسة وملخبط بين آباء أساقفة، فأنا مش هقول هو اسمه إيه. سيدنا داود لما كان عندنا في الكنيسة وكان بيتكلم، بيقول لو احنا مثلا اخدنا واحد اتعود على النميمة، واحد اتعود على الادانة، واتعود انه كل يوم يتكلم عن الناس سواء في الشغل او يتكلم عن الناس في التليفونات ويتكلم عنهم وعن اخبارهم، لو اخد تدريب في الصوم ان مش هدين ولا انسان، التدريب بتاعي عدم ادانة اي انسان ولو بالفكر، وامتنع عن كل نميمة ممكنة، يكتشف موضوع صعب قوي. يكتشف ان التدريب ده في اليوم الواحد بيكسروا 10 مرات. لما ما كانش في تدريب كان فاكر الموضوع سهل يعني، لكن لما حطيناه على تدريب الحقيقة التدريب طلع صعب جدا جدا جدا.
وعلشان كده حتى يعني التدريب لو ما نجحناش فيه انت برضو اتعلمت منه حاجة، انك انت انسان ضعيف قوي ومحتاج انك تتضع، ودي جاية في النقطة اللي بعد كده. لكن على الاقل التدريب من احلى ما فيه انه بيكشف ضعفي. يعني في مرة مرات واحد راح لابوه الروحي وقال له كده، قال له انا عندي مشكلة ان انا سريع الرد او بقاطع الناس في كلامهم. الانسان ده مثلا كان في ايه، في اول سنة ليه في الجامعة، حس كده ان قال ما حد بيتكلم يعني هو عنده معلومات وقاري شويه، فيظهر دايما يقاطع الناس، يقول لا طقس الكنيسه بيقول، لا العقيده بتقول، لا ابونا بيقول، دايما كده مش يحجر على الناس ارائهم لكن بيقاطع الناس كتير. فراح لاب اعتراف وقال له ايه، قال له يا ابي انا كل اللي نفسي فيه ان انا لو في مجموعه من 5 بيتكلموا اكون اخر واحد بيتكلم. فاب اعترافه قال له لا ده انت مش هتقدر عليه. قال له ازاي يعني؟ قال له احنا نتمنى ننجح في التدريب انك انت تبقى تاني واحد بتتكلم مش اول واحد بتتكلم وما تقاطعش حد. هذا الشاب اللي كان في اولى جامعه اعتقد ان التدريب سهل قوي يعني وبسيط قوي وهو يقدر ينجح فيما هو اكثر من كده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مع الوقت اكتشف ان فكره انه يكلم تاني واحد دي ويجاهد ضد طبعه ده موضوع صعب قوي. اكتشف نفسه ضعيف، اكتشف نفسه ان مش قادر يعمل التدريب. فلما الانسان بيكتشف ضعفه حتى لو ما قدرش ينجح في التدريب على الاقل اتعلم ان يكون متضع، اتعلم ان لا ده انا في النقطة دي ضعيف والمفروض احتاج فيها اكتر. فاهم ما في التدريب نمرة 1 ان انا محتاجه عشان اكتسب مهارة معينة، 2 حتى لو ما نجحتش فيه كويس ان انا اكتشف ضعفي مش بروح اليأس ولكن بروح ان انا اتعلم الاتضاع واعذر الناس في اللي هي بتقع فيه. من ضمن الحاجات كمان اللي بتخلي التدريب مهم قوي الاشفاق على الناس. ما دام انا اكتشفت ضعفي واكتشفت ان انا انسان ضعيف وانسان غلبان هعذر الناس دايما في كل اللي بتعمله. يعني انا في تدريب كتير قوي قوي عملتها ووقعت فيها ما كملتهاش. فلما واحد يقول انا مش قادر والتدريب صعب وانا انسان ضعيف اعذره. في الاول ما كنتش بعذر حد، بقول له يعني ايه يعني؟ يعني ايه ما تبطلش ادانه؟ انت تقدر تبطل ادانه. مثلا تدريب تاني ان مثلا واحد اب اعترافه قال له انك كل يوم تشكر مراتك على حاجة، وده تدريب بسيط قوي، تشكر مراتك على حاجة وتطلب منها حاجة بأدب فتقولها من فضلك لو سمحتي وتعمل لها حاجة هي بتحبها. فبعد مثلا شهر كده اب اعترف وقال له عملت ايه في التدريب، يقول له انا بصراحة يا ابونا عملت التدريب ده يومين وبعد كده نسيته خالص. فلما يجي واحد تاني يقول لك نسيت تبقى حاسس ان التدريب مش حاجة سهلة الحقيقة. كلنا بننسى وكلنا بنحاول وكلنا بنقع وكلنا بنقوم، لكن لازم تكون عارف ان التدريب ده يخليك من جواك ازاي ما دام حسيت بصعوبته على نفسك لازم تعذر اخوك. يعني انا هفترض ان انا اب كاهن وهفترض ان انا متعود اقوم الصبح اشرب حاجه سخنه وبعدين قلت الاب اعترافي، فمثلا اب اعترافي قال لي ازاي تكون كاهن وما بتصومش صوم انقطاعي قوي. انا بقول مثلا يعني عادة الآباء الكهنة بتصوم الصوم عشان حتى القداسات، لكن أنا بقول مثلا يعني. فابتديت أنا ابتديت أصوم، بعد 2 ساعة لقيت نفسي متضايق، بعد 3 ساعات لقيت نفسي بتحارب، بعد 4 ساعات لقيت نفسي مش قادر، بعد 5 ساعات لقيت نفسي متضايق، بعد 6 ساعات لقيت نفسي مصدع. أنا بقول مثل افتراضي. فلما يجي واحد بعد كده ويعترف ويقول لي يا ابونا انت اديتني صوم 6 ساعات بس بصراحه بعد 4 ساعات لقيت نفسي مصدع وتعبان ومتذمر وبقول ابونا عمل في كده، ابتدي احس بيه. ابتدي احس بيه لان التدريب مش حاجه سهله، ان انا نفسي لما اخضعت نفسي للتدريب ولقيت ان في تدريب بنجح فيها وفي تدريب صعب عليا انا بشفق على اولادي. مش معنى كده مش هديهم تدريب، لا هديهم تدريب بس هقول له حتى لو تعبت حاول تاني، حتى لو وقعت ما تيأس حاول تالت. لكن مهم قوي قوي ان انا اكون حاسس باولادي، مهم قوي ان انا اكون حاسس، ده ككاهن،
وانت تكون حاسس بالناس اللي حواليك. الحقيقة التدريب معناه انك انت تعذر الناس، التدريب معناه انك انت تحس بالناس، التدريب لازم تحس انه صعب عليك وبالتالي هو صعب على اخوك، فما تكبرش ابدا وبص لضعفي. حاجة مهمة قوي كمان في الـ في الـ في التدريب، التدريب يكسب الانسان الصلابة مع الوقت. يعني الانسان ده اللي بصراحة ما كانش متدلع، يعني ايه ما كانش متدلع؟ يعني اب اعترافه قال له كده، قال له مهما كان وراك تقوم بدري ربع ساعة، التدريب بتاعك انك ما تنزلش البيت مهما كان عذرك من غير ما تصلي. الحقيقة انا كنت طول عمري بلتمس نفسي اعذار، اصل اتوبيس الشغل، اصل اتوبيس المدرسة، اصل لازم اوصل للولاد، اصل انا في طلبات، اصل انا مش عارف مين، هقول كده ابانا الذي على الطاير، وبعدين في العربية اقول صلاة الشكر، وبعدين لما اخش مكتبة اقول ارحمني، بس مش مركز ومتلهون. فجاء اب اعتراف قال لي هديك تدريب انك انت ما تنزلش من البيت قبل ما تخلص قانونك. صعب في الاول لكن بصراحة يعلمني الرجولة. اب اعترافي قال يبقى هعمل زي ما قالوا اب اعترافي بالظبط. الناس مع الوقت يبقى عندها صلابة. بصوا يا جماعة، اللي بيزوغ من التدريب الروحية بيميل للدلع، واللي بيخضع نفسه للتدريب الروحية بيبقى عنده نوع من انواع الصلابة، والصلابة دي تبقى عاملة نوع من انواع الرجولة. في مرة من المرات نيافة الأنبر ويس ربنا يديله الصحة، من زمان قوي أنا فاكر الوعظة دي، مثلا يمكن كانت من 20 أو 25 سنة، هي كانت من 25 سنة، كنت أنا خادم أعتقد في أسرة ثانوي، وكان هو جه لاجتماع الخدمة أو يعني حاجة زي كده واتكلم كلمة، فقال أنا عاوز أسأل سؤال، اللي مش قادر يغصب جسده على الصوم الانقطاعي ومش قادر يغصب نفسه ان يقف علشان يصلي وياخد تدريب قوي وصارم، تفتكروا لو ده جه اضطهاد وخيروه ما بين انه يتذبح وما بين انه ينكر المسيح، تفتكروا ده ممكن يصمد؟ الحقيقة المتدلع مش ممكن يصمد، المتدلع هيفكر ازاي يهرب وازاي يهاجر وازاي يستخبى وازاي يجري، لكن الحياة الروحية عاوزة رجالة، وعلشان تكون راجل وتوصل لمستوى انك ما تخافش من الاستشهاد، ابتدي الاول انك تكون راجل في قانونك الروحي. اخطيت اسف. ابتدي انك انت تكون راجل في حياتك الروحية وفي قانونك الروحي، وبالتالي الانسان اللي بيتدرب وجد جدا في حياته الروحية بمنتهى السلاسة الرجولة دي هتدي له نوع من انواع الصلابة، فلما يروح الدير مثلا ويلاقي ان الدير ما فيهوش غير اكل كده متقشف يبقى راجل قدها، هو اوريدي اتدرب ان ياكل كل حاجه، واتدرب في الصوم انه يقبل كل حاجه، واتدرب في الصوم ان كسره خبز قديمه ما يرميهاش. الحقيقه احنا محتاجين الرجوله والصلابه دي، فالانسان لما بيكون في مدرسه التدريب الروحيه بيتنقل للرجوله. التدريب اتفقنا مهم قوي علشان اكتسب المهارة، التدريب بيكشف لي ضعفي، التدريب بيخليني اكثر حنية على الناس لان انا جربت التدريب وعرفت صعوبتها فحاسس بيهم، التدريب كمان بيكسبني الصلابة والرجولة. طيب ازاي انا بقى يكون عندي شوية نصايح وازاي اختار التدريب؟ دي مواضيع هنناقشها، بس اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل موضوعنا عن التدريب الروحية وعلاقتها بالصوم. فاحنا اتكلمنا على ليه هي مهمة، انا وانتم محتاجينها، ومفيش انسان كبير، يعني ممكن يكون ابونا الكاهن ده عنده 50 سنة عنده 60 سنة ويروح لاب اعترافه ويقول له انا محتاج تدريب روحي، او حتى يقترح على ابوه الروحي تدريب معين. فكلنا لغاية آخر عمرنا محتاجينها. قلنا إيه أهميتها؟ إنها بتكتسب أو الإنسان من خلالها بيكتسب مهارة روحية معينة. قلنا بتكشف لي ضعفي، وإني بحس بأخواتي،
اخر حاجه قلناها انه بيكسب الانسان الصلابه. طيب لما يكون عندنا بقى تدريب روحيه، ايه النصايح اللي ممكن ناخدها؟ ايه النصايح اللي ممكن ناخدها؟ النصيحه الاولى، اول حاجه ما تاخدش اكتر من تدريب روحي واحد في الوقت الواحد. تاني، ما تاخدش اكتر من تدريب روحي واحد اكتر او يعني في الوقت الفتر، يعني مثلا انا في الصوم الكبير مهم جدا ان ما اقولش الاب اعترافي او ما اقولش لنفسي او اقرا كتاب روحي واطلع منه خمس ست تدريب في الوقت نفسه. الحقيقه ده مربك قوي، وفي اوقات كتيره قوي بيكون فوق الطاقه، وعلشان كده خد تدريب واحد في حياتك الروحيه، ولما تاخد التدريب الواحد دوت من فضلك تابعه وشوف مدى انجازك فيه قد ايه. يعني انا واخد تدريب مثلا هيكون عن المزاج، انا هقف ضد مزاجي في الصوم ده، فهخلي بالي مزاجي بيزن عليا في ايه بحبه، وكل ما يزن مزاجي على حاجه بحبها اقول هو ده اللي انا همتنع عنه. انا لازم اعلم جسدي ان ارادتي في ايدي، مش جسدي اللي بيقودني، ده انا اللي بسوق جسدي. فيبقى في تدريب ضد المزاج. اول الصوم كده انا في حاجات في المزاج بحبها قوي قوي، كل واحد عارف بقى مزاجه كده بينغشه في ايه او مزاجه بيسيطر عليه في ايه، فانا علشان اصوم هدور على حاجه في مزاجي وابطلها. يبقى الصوم ده عن المزاج، ومش كل حاجه في المزاج، حاجه او حاجتين، ولتكن مثلا مشروبات انا متعود عليها، راحه انا متعود عليها، اعداد طويله قدام التلفزيون متعود عليها. انا بنعمه ربنا من النهارده في الصوم ده، من النهارده في الصوم ده انا الحقيقه مش هعمل كده، انا هاخد قرار ان انا واقف ضد مزاجي. ففي تدريب معين، تدريب واحد مثلا ان انا مثلا في الصوم ده هحاول لو انا خادم ان افتقد بقدر كبير، وفي الصوم ده هحاول احسن افتقادي، ازاي اكون جريء واكلم الناس عن المسيح، وازاي اكلم الخدام عن المسيح. انا عاوز اكتسب مهاره ان انا يمكن وانا خادم بفتقد قاعده الف وادور، وازيك والدراسه عامله ايه، وزي بابا وزي ماما وزي اخواتك عاوزين نشوفك، ايه اللي انا بقوله ده؟ ما اي حد ممكن يقوله، فانا بحاول اكتسب مهاره معينه. يبقى اول حاجه في الصوم كتدريب، او اول حاجه في التدريب يكون تدريب ايه؟ تدريب واحد. يبقى لازم اتابعه وادي عنه تقرير. النصيحه الثانيه اللي هناخدها في الصوم عن التدريب الروحيه، ان الانسان لا يتوقع النجاح سريعا. يعني ايه لا يتوقع النجاح سريعا؟ افكر حضراتكم ان كلنا لما جينا نتعلمنا نكتب، كل واحد فينا مسك القلم، الحقيقه لما مسك القلم الحقيقه ما كتبش على طول، هو اول مره الخط لخبط، ومرة خرم الكراسة الورقة أقصد، ومرة الخط طلع فوق، ومرة الخط طلع تحت، ومرة حفر، ومرة القلم وجع صوابعه قوي. كل الحاجات دي لما احنا جينا نتعلم ان احنا نكتب لقينا نفسنا بناخد مجهود قوي، ومش أول كلمة كتبناها خطنا كان فيها حلو، ده احنا كتبنا أي حاجة يمكن كان خط عامل زي نعكشة الفراخ، لكن مع الوقت الحقيقة اتعلمنا ازاي نحسن الخط، ومع الوقت ازاي اتعلمنا في حاجه اسمها نسخ، وفي حاجه اسمها رقعه، وفي الانجليزي اتعلمنا في حاجه اسمها كابيتال وحاجه اسمها سمول، واتعلمنا ازاي نكتب مفرط، واتعلمنا ازاي نكتب مشبك. كل الحاجات دي اتعلمناها بالتدريج، وعلشان كده لازم يكون في النجاح يعني مش بسرعه، يعني مش عشان انا النهارده قلت من بكره مفيش شتيمه يبقى هنجح 100%. الو، معانا 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 نرمين من الجيزه، اتفضلي يا نرمين. الو، مساء الخير استاذ هنا. اهلا بيك يا بنتي. انا عندي سؤالين يا هنا. اولا ابني كي جي 2، وهو مدرسته اكتشفت من يومين ان هو ان هي بتدي شعار ديني اسلاميان، فانا حاولت احول له ما لقيتش ولا مدرسه، فانا متضرره من الحكايه دي ومش عارفه اعمل ايه. طب انا الصوت يا بنتي مش واضح شويه، انت بتقولي هو في مدرسه؟ في مدرسه كي جي 2. كي جي 2 وبعدين؟ وهو
اكتشفت من يومين ان هو بيدوه شعار ديني. بيديله بيدوله شعار ديني في المدرسه عندي. شعار ديني؟ فانا متضرره جدا من الحكايه دي، مش عارفه اعمل ايه، ورحت كل المدارس ما لقيتش ولا مكان فاضي. بصي يا بنتي، احنا ممكن نروح نكلم الحضانه بجرأه شويه ونقول لهم احنا مسيحيين، فاذا كان فاذا كان انا اسف على المقاطعه. انا كلمتهم وقلت لهم وهم رفضوا، قالوا لا ده 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 هو الشعار اساسي واحنا ما ينفعش نغيره ولازم وهو كده، فانا مش عارفه اعمل ايه. طب يا حبيبتي، طب كبديل حاولي تلاقي حضانه في كنيسه مسيحيه. حاولي. ما هو ما لقيتش خالص، دورت كتير وما لقيتش، فمش عارفه اعمل ايه. يبقى هنعمل حاجه بقى، هنعمل تعليم مسيحي جوه البيت ونحفظه ترانيم ونحفظه ايات والى اخره. يعني الحقيقه المفروض يكون في احترام للانسان وهويته، واحترام للانسان وعقيدته. فبعض الاحيان علشان في حضانات بتبقى الاكثريه فيها غير مسيحيه فبيعملوا القاعده على الكل، لكن احنا لازم يكون لينا حضانه بتمثل او بتمثل فكرنا، او نعلم الناس ان هي تحترمنا ونحترمهم، وما يبقاش فيها حاجه بالقصر. قولوا لهم في وقت الشعار ده انا مش عاوزه ابني يسمعه، دي حريه. قالوا لك لا، يبقى انت عندك حريه حاجه من الاثنين، يا هتسحبي ابنك يا اما هتوديه لحضانه ثانيه مسيحيه. ما لقيتيش شوفي كنيسه، كلموا ابونا وقولوا له احنا لازم يا ابونا نعمل النشاط ده في كنايسنا، غير كده هنشوف بيت تيتا، غير كده انت تعملي حاجه ثانيه انك انت في البيت تعلميه ترانيم، تعلميه اغاني روحيه، تعلميه اي حاجه يحفظها. ما دام عنده قدره انه يحفظ كده يبقى ممكن يحفظ حاجات ثانيه جوه البيت. اعملي مجهود جوه بيتك لو سمحتي. طيب السؤال الثاني معلش يا ابو، انا حاسه من ناحيه الصوم والصلاه، انا حاسه ان انا عندي فطور جامد جدا، وحاسه ان انا مش شعره بالصوم اللي انا صايماه، حاسه ان انا بضحك على الاخرين لما انا صايمه الصوم ده وكده وخلاص. حلو يعني، حلو يا بنتي، لو سمحتي تابعي الحلقه دي لغايه الاخر. احنا هنتكلم على تدريب روحيه، ده معناه ان الصوم اللي ما فيهوش تدريب، الصوم اللي ما فيهوش صلاه، الصوم اللي مجرد تغيير نوع من الاكل لكن كل عاداتنا وكل سلوكياتنا زي ما هي، لازم يا بنتي هتحس بالفتور وتحس انك بتضحكي على نفسك وتحس انك ما بتقدميش حاجه لربنا. يعني الحقيقه لازم نتعلم ان الصوم لازم يكون في عمل روحي مميز، روح الاب اعترافك زي ما هنقول النهارده في الحلقه. اختاري سفر تخلصيه، اختاري حاجة تقريها، اختاري كتاب روحي تخلصيه، وليكن مثلا كتاب روحانية الصوم للمتنيح البابا شنودة، بس لازم تعملي حاجة مختلفة في الصوم ده عشان تحس انك صايمة. معانا هايدي من سوهاج. ايوه يا ابونا. اتفضلي يا بنتي علي صوتك. ايوه، انا قلت يا ابونا لو سمحت، انا مخطوبة لي شهرين وما حبيتش خطيب الجوي، وخايفة نعيش معاك، وخايفة نعيش معاك في الحب وما ناخدوش، وجاي لي اكتئاب شديد. انت بتقولي مخطوبه بقالك شهرين والمشكله انك انت لسه مش عارفه تحبيه؟ ايوه يا ابونا. بصي يا بنتي، لازم تواجهي اهلك وتقولي لهم من جوايا ما عنديش قبول، بس انا في رايي حاجه يا بنتي، ما كنتيش تلبسي الدبله من الاول قبل ما تشوفيه مره واثنين وثلاثه في زيارات للبيت وتحسي انك مرتاح، لان الخطوبه هم معجبين يا ابونا، وقولوا لي ممكن يسيبك او يسجل الكلام اللي بتقوله له، ومعجبين خالص من حياتي، مش عارفه نعمل ايه. يعني ايه يسجل لك الكلام اللي انت بتقوله لك؟ هو في الخطوبه في كده؟ في خطيب يسجل لخطيبته؟ دي تبقى خطوبه ايه دي؟ هو احنا نمشي مع بعض زي المباحث؟ الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده بالصعيدي ما يلدش يعني على العقل. يعني ايه رايك انت يا ابونا؟ يا بنتي تواجهي اهلك وتقولي لهم اسمعوا، انا يا جماعه مش مرتاحه له، والجواز مش بالعافيه، الجواز اساسه المحبه والقبول. يعني انت لو جوزتي واحد ومش حباه لما يجي يقرب لك يا بنتي ازاي بس؟ ما هو يبقى صعب عليك. وبعد كده انا يا ابونا مش كارهاه، انا نحبه، بس انا خايفه، يعني خايفه نعيش معاه القصه دي وما ناخدهاش. خايفه تعيشي قصه ايه يا بنتي؟ قصه الحب دي وما ناخدهاش. انت بتحبيه؟ ايوه هنحبه، بس يعني مش حب جو لسه ما حبتوش. طب بصي يا بنتي، تروحي تفتحي قلبك مع اب اعترافك وتتكلمي بصراحه على مشاعرك ناحيته بالظبط والا قلقك، لان الحلقه مش هتستحمل ان اسمع كل التفاصيل. فلازم تكلمي اب اعترافك وتواجهي اهلك بمشاعرك يا بنتي، ربنا يقويكي ومعاكي. نرجع تاني لموضوعنا، احنا قلنا اول حاجه التدريب الروحيه،
لازم يكون تدريب واحد اتابعه. اتنين، ما استعجلش النجاح لان طبعا هياخد وقت، واتفقنا ان مفيش دكتور شاطر بيبقى دكتور شاطر من اول عملية بيعملها. نمرة ثلاثة، التدريب لازم يكون تدريب واقعي، وانا كلمتكم في الموضوع ده قبل كده انا فاكر في حلقة من الحلقات. يعني ايه يكون التدريب واقعي؟ يعني ما ينفعش مثلا اكون انا ابونا وابونا دوت الحقيقة شغلته انه مثلا يدي ارشاد ويوعظ ويروح يجامل الناس، واقول انا هاخد تدريب صمت في الصوم ده. لا، الحقيقة الكاهن ما ينفعوش تدريب الصمت. يمكن ينفعه تدريب الصمت في الخلوة، ينفعه تدريب الصمت لما يكون قاعد مع نفسه، ينفعه تدريب الصمت لما يكون يعني يقلل الكلام شوية، لكن ان الكاهن ياخد تدريب صمت ده ما ينفعش. زي المدرس، صور مدرس كده يقول انا مش هدي دروس لان انا واخد تدريب صمت. فلازم التدريب يكون تدريب واقعي، يعني يمشي مع صحتي ويمشي مع حالي. يعني صوروا مثلا النهاردة الصبح كان في مثلا واحدة مثلا بتشتكي ان عندها مرض معين، مش هقول تفاصيل المرض يعني، وعاوزة تعمل مطنيات. الحقيقة المرض بتاعها ما ينفعش مع المطنيات خالص، فيبقى تدريب المطنيات مع الانسانة المريضة بالشكل ده هيجي لها هبوط وهتجي لها دوخة والدورة الدموية تتلخبط. طب يبقى ليه؟ يبقى احنا من الاول التدريب لازم يكون تدريب واقعي. يعني ايه تدريب واقعي؟ يعني تصوروا مثلا انا ام مثلا، وتقول ايه؟ تقول انا هزهد في الاكل خالص، والحقيقة مش هطبخ غير مرة واحدة في الاسبوع. طبقي ده عليكي انت، لكن ما تبقيش ام تقولي هطبخ مرة واحدة في الاسبوع. طب ما انت عندك بيت، والبيت دوت مش كله زي بعضه، وفي ناس عاوزة تاكل اكل يعني متنوع. فالتدريب لازم يكون تدريب واقعي، مش تدريب من الخيال او تدريب كده غير قابل للتطبيق. من ضمن الامور كمان اللي لازم الانسان يراعيها في التدريب، احنا قلنا تدريب واحد، قلنا مش هينجح بسرعة، لازم يكون التدريب تدريب واقعي. حاجة مهمة قوي اسمها سياسة التدرج. يعني ايه التدرج؟ يعني انا عاوز انمو في الصوم الانقطاعي. الحقيقة مش يمكن يناسبني وانا شغال ان ابتدي على طول ان انا اصوم لغاية الساعة 5 العصر. ممكن ده يشد اعصابي، ممكن ده يجيب لي صداع، ممكن ده يتعبني، لكن انا عاوز اتدرج. فاقول ايه؟ اول يوم في الصوم بال 55، حتى في اسبوع الاستعداد اللي عدى ده هصوم 4 ساعات في اول يوم، وتاني يعني اول يومين 3 4 ساعات، وبعدين على نهايه الاسبوع ده اوصلهم ل6 ساعات، وعلى نهايه وبدايه الاسبوع الجاي اخليهم 8 ساعات، وهكذا. يبقى انا بتدرج في الصوم، انا بتدرج في الصوم. من غير ما تدرج في الصوم الحقيقه في مشكله. لازم يكون في حكمه، لازم يكون في حكمه. زي بالظبط ايه؟ انا هتخيل ان راهب عاوز يعيش حياه الوحده ويعيش في مغاره، وراح لاب اعترافه رئيس الدير وقال له يا ابونا انا في الصوم ده عاوز ابعد شويه عن حياه الشركه جوه الدير وتكون ليا مغاره. طبعا رئيس الدير حتى لو عارف ان الاشتياق ده موجود حقيقي جوه قلب ابونا الراهب، عمره ما هيسمح له انه يروح على طول. يقول له اسمع يا ابونا، هنبتديها بالتدريج. يعني ايه بالتدريج؟ يعني هتقعد 48 ساعه في الصحراء وترجع 5 ايام قليتك جوه الدير. ما ينفعش يقول له ليه يا ابونا؟ يقول له اسمع الكلام. وبعديها فتره يقول له خليهم 3 ايام في الصحراء و4 ايام في الدير، وخليك على كده 5 6 اشهر. وبعدين يقول له خليهم 4 ايام في الصحراء، وبعدين تبقى موجود معانا خميس بالليل جمعه سبت بعد الحد تروح. وبعدين يقول له طيب خليك في قليتك اللي في الصحراء، بس لازم تكون معانا سبت وحد. يبقى بالتدريج الانسان بيكتشف نفسه ويعرف طاقته، لانه ممكن جدا هو اللي يقول للاب اعترافه كفايه يا ابويا ان يبقوا 3 ايام في البريه و4 ايام بين اخواتي، او يقول له كفايه 4 ايام في البريه و3 ايام مع اخواتي. يبقى في حاجه اسمها مبدا التدرج، لكن ما نقدرش نعمل كل حاجه مره واحده. طبعا ما ينفعش، لان كان في حاجه اسمها اولى ابتدائي، وحاجه اسمها تانية ابتدائي، وحاجه اسمها تالتة ابتدائي. ما ينفعش اقول ان انا هتفرج وانا عندي 6 سنين واذاكر ليل ونهار عشان اخد اولى وتانية وتالتة مع بعض. مش هينفع، لازم يبقى فيه تدرج في التدريب الروحيه بتاعتنا. الو، معانا جرجس من السويس. السلام
الو اقرب النادي قدسك يا ابويا. اهلا بيك يا حبيبي. كل سنه قدسك بخير بمناسبه الصيام وبمناسبه النهارده احد الكنوز. اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. كنت ابونا بالنسبه لاحد الكنوز، احنا بنكنز النهارده حاجات جميله وصفات جميله وبعد ما بيعدي بننساها. دي حاجه، الحاجه الثانيه عشان اختصار للوقت عشان قدسك، في شخصيات بتطلع في القناه الدينيه بتاعتنا اللي هو السيد المسيح يعني في صورته، بيبقى اي شخص مفروض قدسك نحافظ السيد المسيح ابرع جمال بني البشر وملك الملوك ومخلصنا الصالح، مفروض مش اي صوره واي شكل يطلع هو ده السيد المسيح، يعني نحافظ على الموضوع ده شويه بعد اذن قدسك. على العموم الرساله دي موجهه لاداره القناه واداره القنوات المسيحيه الثانيه وان شاء الله يعملوا ناخدها، بس الشكل يا ابونا السيد المسيح في يعني نحافظ على الشكل العام عشان السيد المسيح ابرع جمال مخلصنا الصالح، ما ينفعش يطلع بقى الرساله وصلت. الرساله وصلت يا استاذ جرجس، الرساله وصلت. معانا مريم الاسماعيليه، اتفضلي يا مريم. سلام يا قدس ابونا. اهلا بيكي يا قدس ابونا. انا انت النهارده بتتكلم على التدريب الروحي، انا نفسي حضرتك تديني تدريب روحي للافكار الشريره اللي عندي. انا عندي افكار شريره وافكار نجسه، نفسي ابطلها بس ازاي مش عارفه. طب انا هقول لك طريقه. الطريقه الاولانيه يا بنتي حاجه اسمها انتهار الفكر. يعني ايه انتهار الفكر؟ يعني زي بالظبط كده بنتهر الشيطان المسؤول على الزباله اللي بيحطها في دماغي، فبقول للافكار بقى اخرسي بقى وبعدين معاكي، انا هغير المكان، هطلع بره، هغير المود، مش هستسلم للفكر. عارفه يعني واحد صوري واحد قاعد يضايقني فبشخط فيه. احنا مش عاوزين نشخط في الناس، احنا عاوزين نشخط في الافكار اللي بتتعبنا دي، اسمها انتهار الفكر. وبعدين واحد اتنين، غيري المكان او اشغلي نفسك بحاجه تعمليها. تلاتة، حطي فكرة حلوة بدل الفكرة الوحشة. يعني مثلا جالك خيال لمنظر وحش مش كده؟ اوعي تستسلميلي، قولي ايه؟ يا ترى الست العذراء في الفردوس لما ربنا يديني كده واطلع السما هيكون شكلها ايه؟ نفسي يا ست العذراء اشوف وشك في السما هيكون شكله ايه؟ واذا كان وشك هيبقى جميل كده، امال وش رب المجد يسوع المسيح هيكون شكله ايه؟ يا سلام يا ست العذراء، انا نفسي قوي 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 اشوفك. تفتكري لو انت قلت كده الفكر الشرير هيفضل موجود؟ المشكله مش في الفكر الشرير، المشكله في ان احنا بنستسلم للفكر الشرير. الفكر الشرير اول ما يجي اطرديه وحطي مكانه فكره حلوه، وربنا يديك نعمه، ويبقى ده التدريب بتاع الصوم ده ليك ان شاء الله. من الحاجات كمان اللي لازم ناخدها كنصيحه في التدريب الروحيه، ان انا محتاج معونة ربنا. احنا صحيح بنتكلم عن تدريب الروحية، والتدريب الروحية دي نوع من انواع الجهاد الروحي. اوعوا تفتكروا ان الجهاد المعتمد على الذراع البشرية بينجح. ده انا اتفقت معاكم ان في تدريب هفشل فيه واحس ان انا غلبان ومتضع، فاصرخ بقى واقول له الحقني يا رب، انا متشكر رب انك انت حسستني ان انا محتاجك، متشكر يا رب انك حسستني ان انا غلبان قوي، ولما احس ان انا غلبان ومحتاج ربنا هنجح بنعمه ربنا في التدريب بعد كده. لكن مهم قوي 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 ان انا اكون محتاج المعونه الالهيه. اصرخ لربنا واقول له انا غلبان مش قادر اعمل، تعال اشتغل جوايا وساعدني يا رب. نراجع النصايح اللي احنا قلناها. قلنا ناخد تدريب واحد، ما نربكش نفسنا باكتر من تدريب. اتنين، ما نستعجلش النجاح فيه. تلاتة، التدريب ده لازم يكون واقعي، وأب اعترافي يقول لي إيه هو التدريب الواقعي والتدريب مش واقعي، لأن ممكن بسرح في حاجات مش بتاعتي. أربعة، سياسة التدرج. خمسة، لازم أعتمد في كل التدريب والجهاد بتاعي على معونة ربنا ونعمته. معانا بتول، وبعد بتول هنطلع فاصل. اتفضلي يا بتول. مساء الخير يا أبونا، كل سنة وأنت طيب. أهلا بيك يا بنتي. أبونا معلش، أنا خادمة في ابتدائي، وبعدين انا الجمعه اللي فاتت حبيت ابتدي مع عيالي اقول لهم تدريب لفتره الصوم، فقلت لهم احنا ممكن نزود حاجات، يعني مثلا بدل ما نقول مثلا مزمورين في اليوم قلت نزود كمان مزمور، بدل ما بنحضر قداس كمان نحضر قداس تاني في نص الاسبوع، بس طبعا قداس في نص الاسبوع ده مش هيبقى متاح ليهم، انا ممكن ازود عليهم ايه تاني بحيث يبقى الصوم بالنسبه لهم حاجه مختلفه وحاجه جديده يتعلموا فيها. ممكن اقول لك حاجه يا بتول؟ انا عايز اقول لك حاجه، انت بتخدمي السنه كام ابتدائي الاول؟ انا
5 و6 ابتدائي. انا مش عارف طبعا يعني التدريب الواقعي بالنسبة لهم ايه، بس انا عاوزك تركزي على كلمة واقعية التدريب. مش عاوزين في الدرس ندي تدريب او ندي واجب وخلاص، عشان التدريب الدرس لازم ادي فيه واجب. انا عاوزك يا بنتي لما تيجي تدي التدريب او تدي الواجب ادي حاجة واقعية، حاجة كمان يعني يقدروا يعملوها. يعني على سبيل المثال ما تقوليش اذا كنت بتصلي مزمورين زود 3، قال العيال هتسمع كده ولا لا؟ في سن ابتدائي مش هينفع الكلام ده، ده يمكن من سن جامعة نقول الكلام ده. في ابتدائي تقولي حاجة تاني. ايه رأيكم كلنا في الصوم ده هنحفظ مزامير الصغيرة في الأجبية؟ يعني في مزمور بيقول هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس، تشرحيه وتقوليه. شوفوا بقى المزمور ده قد إيه؟ 3 آيات بس. يبقى أنت اديتي حاجة محددة، لكن ما تديش الفكرة العامة. الفكرة العامة دي تنفع للكبار، شعب في عشية أقول له إيه؟ اللي بيصلي فينا 3 مزامير ليه ما يجاهدش ويخليهم 5؟ اولا الطفل في 4 و5 ابتدائي لما تقولي له بدل ما تصلي قداس صلي قداس تاني، ده محكوم بظروف بابا وماما ومحكوم بظروف مدرسته ومحكوم بظروف اجازته. فانت اديتي تدريب مش تطبيقي. التدريب التطبيقي خليه تدريب محدد، هنحفظ كلنا مع بعض قطع غروب في الصوم ده. يبقى انت زودتي حاجه او اديتي واجب قابل للتنفيذ. فهمتي يا بنتي؟ يبقى خلي التدريب محدد مش تدريب مفتوح. اسمحوا لنا هنطلع فاصل 2 كده ونرجع نكمل الجزء الأخير من حلقتنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مرة تانية بنتقابل وإحنا بنتكلم على فكرة التدريب الروحية. احنا اتكلمنا اهميتها وكلمنا بعض النصايح عنها. اسمحوا لي ان انا اتكلم على ازاي الانسان يختار تدريب. يعني انا مقتنع بالفكرة، بس انا عمري ما اخترت تدريب وعمري ما اب اعترافي قال لي على تدريب. طب انا اعمل ايه؟ ايه مصادر التدريب الروحية؟ اول حاجة ممكن يكون مصدر من مصادر التدريب الروحية اللي انت تختارها، وانت بتقرأ للكتاب المقدس تحس تلاقي ان في آية معينة ربنا بعتها لك انت، بيقول لك قوم بقى. يعني مثلا واحد بيقرا في سفر الامثال فلقى كذا ايه بتتكلم عن الكسل، فقال اه انا ده. يبقى ساعتها ربنا بيقول لي من خلال الكتاب المقدس انك انت عندك الخطيه دي، قوم وجاهد ضدها. يبقى دي اول حاجه، اول مصدر الكتاب المقدس، او وعظه بسمعها في الكتاب المقدس. مثلا الوعظه دي بتقول ايه؟ بتقول ما ينفعش الانسان المسيحي يدفع العشور وبس، ده يدفع العشور وحاجه كمان فوقيه زياده حتى لو جه على نفسه شويه، لان دي مقبوله قوي عند ربنا. اقول اه الايه دي بتاعتي، ده انا دايما اجي في حته العشور دي واعصلك. يبقى ربنا بيشاور عليا وبيقول لي انت بخيل عليا من مالي ولا ايه اللي انا بديهولك؟ يبقى التدريب بتاعي. يبقى اول مصدر للتدريب هو الكتاب المقدس، او الوعظه اللي انا بسمعها، او كلمه سمعتها حد قال لي حاجه، بحس دي مسج بتنور. ما دام نورت جوايا يبقى الروح القدس بيقول لي خلي بالك الحته دي محتاج تجاهد فيها، شوف بقى اب اعترافك وخد تدريب. يبقى اول مصدر الكتاب المقدس او الوعظ او الكنيسه والاجتماعات، كل ده مصدر واحد. مصدر تاني حلو قوي، سير الاباء. يعني ايه سير الاباء؟ الاباء القديسين. الواحد لما بيقرا سير الاباء الحقيقه بيخجل جدا من جهاداتهم، من أتعبهم، من أصوامهم، من حاجات كتيرة قوي. فالحقيقة أنا لما مثلا بسمع قصة عن الأنبا أنطونيوس، إزاي الأنبا أنطونيوس كان معتدل قوي في نسكياته وكان معتدل في كل، باخد القيمة دي وحاول أطبقها على حياتي. إزاي الأنبا أنطونيوس كان بيحب صلاة يسوع قوي، فاخد القيمة دي وحاول أطبقها على حياتي. يبقى أول مصدر الكتاب المقدس والوعظ اللي بتاع الكنيسة. نمرة 2 سير الآباء القديسين، لأن نفس الآية بتقول كده، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. يعني شوفوا هما كانوا عايشين إزاي وحاولوا أنتوا كمان تعيشوا زيهم. دي معناها إيه؟ دي معناها إن أنا بكل قوتي أحاول إن أنا آخد القدوة بتاعتي من أيقونة قديس من القديسين وأعيش زيه. حاجة كمان من مصادر
التدريب الروحية أب الاعتراف، إن أنا أقول له يا ابونا أنا بالنسبة لك كتاب مفتوح، وأنت عارف خطاياي، ممكن تشاور لي على نقطة ضعف فيا أحاول أعملها أو أحاول أقويها، ممكن تختار لي تدريب أنا أحاول أعيش بيه، أرجوك يا أبويا اديني تدريب كده واسألني عليه، اسألني أو حتى أنا أتابع مع أب اعترافي. كل دي مصادر. يبقى احنا اتكلمنا على كتاب مقدس، اتكلمنا على كتب إرشاد أب الاعتراف، اتكلمنا على سير الآباء القديسين. مصدر تاني كمان من مصادر التدريب الروحية خطاياي السابقة. يعني السابقة يعني أنا عارف كويس قوي أن في خطايا معينة أو في عادات سلوكية عندي ملازماني بقالها فترة، وأنا بسهولة بقع فيها، وعلشان كده بحاول بكل قوتي أن أنا أشد حيلي، بحاول بكل قوتي أن أنا يعني أجاهد ضد ضعفي. أنا ملاحظ أن أنا عصبي شوية، أنا ملاحظ أن أنا كسول شوية، أنا ملاحظ أن أنا مش منتظم في قوانين الروحية أو حياتي الروحية. يبقى بكل قوتي هحاول أعمل كده. يبقى بالشكل ده أنا قدرت أحط إيدي، يا إما آية من الكتاب المقدس، وعظة سمعتها في الكنيسة، سيرة قديسة، ما كنا قريب بنتكلم على البابا كيرلس إنه كان رجل صلاة. الحاجات دي كلها على بعضيها هي اللي هتديني المادة، وهي دي اللي هتديني القوة للتدريب الروحية. اسمحوا لي إن وإحنا في الفاصل كانت في مشكلة لحد اتصل وساب المشكلة دي. أنا هقول مشكلة باختصار. هي واحدة بتشتكي بتقول إنها اتجوزت في سن صغير، يعني في مراهقتها، وهي عندها 20 سنة حاليا، وبتعاني الحقيقة من معاملة سيئة من زوجها ومش عارفة تعمل إيه. طبعا الموضوع ده محتاج إن في حد يتدخل، واللي يتدخل ده يتدخل بحكمة. أولا تحكي له، لأن ممكن تكون في أمور أنت بتعمليها غلط، فيبتدي معاكي بالراحة يقول لك الجواز واحد اتنين تلاتة، نقول حاضر في دي، نطاوع في دي. وبعدين حد يكلمه يقول له ان الجواز مش معناه استعباد، الجواز معناه انك انت اتجوزت انسانة عشان تحاول تريحها وتقسموا المسؤولية بينكم، انت تشيلها وهي تشيلك، وهي لسه صغيرة وهيجي منها مع الوقت. اصبر يا حبيبي، دي لسه يعني بتودع المراهقة، ما بقلهاش سنة ولا اتنين، فعلشان انت تتخيل انها تكون ناضجة قوي وعندها حكمة الستات الكبار، انت مستعجل شوية. مفيش حد بيدخل حاجة في الفرن ويعليه عشان تستوي بسرعة، كل حاجة بتاخد وقتها عشان تنضج، فمحتاجين حد يكلمه ومحتاجين حد يكلمك. واتمنى ان الحد ده يكون من الكنيسة. وبعض الـ يعني الاماكن زي القاهرة واسكندرية وبعض الابروشيات اللي فيها نوع من انواع يعني الخدمات المتميزة، بيبقى فيه حاجة اسمها مرشدين او كونسلرز او دارسين ارشاد اسري، فبيشتغلوا على الزوج ويشتغلوا على الزوجة لغاية لما يتقابلوا في نقطة وسط. اصبري شوية واعتبري ان الجواز ده مدرسة بتعلمك حاجات كتيرة قوي قوي، وربنا هديك نعمة، بس ما تحوشيش المشاعر الوحشة جواكي، لانك مع الوقت مش هتعرف تكملي. من فضلك احكي لحد في الكنيسة يكون مؤتمن ويكون حكيم، انه لا ينقل كلامك لحد ولا يتكلم بصورة بدل ما تعمر البيت تسيء ليكي وتسيء لزوجك. ربنا يدينا نعمة، ونكمل الحلقة الجاية ان شاء الله. زي اتكلمنا النهاردة على التدريب الروحية، هنتكلم بقى على بعض التدريب الروحية اللي ممكن الانسان يلحق برضو في الصوم يمارسها. يبقى هنكمل الموضوع بقى، بس بقى بتخصص اكتر، يعني تدريب عن الصلاة، تدريب عن كذا، تدريب عن كذا، ونحاول بنعمة ربنا نلحق ان نطلع بحاجة في الصوم ده. ربنا يديني ويديكم ونفرح بيه في هذا الصوم المقدس. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.